منطقة الجزاء. حمادي يمر، حمادي عرضي أمام المرمى. الله الله الله، بديل يهدي البطولة لفريقه، بديل يهدي البطولة لفريقه. هذا هو المنشأ، لاعب منتخبنا الاولمبي والكره بتلعب اماميه، اخطا فيها حارس المرمى، خطره جول، ويتقدم الفرسان، ويتقدم الان الفرسان هنا في عجمان في البطوله الغاليه. الان يتقدم الفرسان بامضاء خايمي ايوبي بعد خطا ايضا من حارس مرمى اتحاد كلب محمد فرد في عدم ابعاد الكره بالشكل المطلوب، والمتابعه كانت جميله ايضا من خايمي ايوبي. لاحظ الكره الماضيه ولاحظ المتابعه ولاحظ الكره في المرمى ليتمكن. شوف شوف خطا من حارس المرمى وعبر الماضي، خطره جول، ايوبي يسجل الهدف الثالث الان، شباب الاهلي عن طريق ايوبي. الكره عدت كما يشير زايد داوود، الكره عدت، لاحظ الان راح نشوفها، راح نشوفها، راح نشوفها، هذه الكره الماضيه، شوف ايوبي الاهلي والكره العرضيه الملعوبه الان بالراس، يا سلام، التعادل بالراس الاكوادوريه، الراس الذهبيه، ايوبي 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 سجل، سجل الهدف، هدف التعادل، وثاني اهدافه، ثاني اهدافه في هذه المسابقة. ايوبي يرتقي عاليا ويضع الكرة في المرمى ليسجل هدف التعادل لشباب الاهلي وسط انغام الونان. الونان عاد يا الحمر، الونان في اللقطة الماضية ومع هدف ورأسية الإكوادوري، وصلت الكرة والمحاولة والانطلاقة والعرضية أمام المرمى، أيوبي، الله يا ولد، مرتين، كرتين رأسيتين، أيوبي أيوبي أيوبي، ضربتين بالرأس توجع، ضربتين بالراس في المرمى توجع يا جزراوي. الله على ايوبي، على الاكوادوري، وعلى فنه، وعلى مهارته، وعلى رسياته، يا سلام يا سلام. بعد كره اولى، ها هي الكره الثانيه تاتي، وضعها بالراس في المرمى وعرضيه امام المرمى، خطره ثاني لشباب الاهلي، ايوبي ينجح في التسجيل وشباب الاهلي يخطف المباراة ويسجل هدف ثاني من اجل الضمان، من اجل النقاط الثلاث، ومن اجل الفوز والانتصار الاول. شوف الخطأ الوصلاوي الكبير في المنظومة الدفاعية اللي دائما يعاني منها الوصل والرأس. الان دياز ينقله داخل ال 18، التسليم، جول جول، اصرار ايوبي من التسجيل من العمق، كرة
الكرة داخل منطقة 18، وأسعد الشهداء في هذه المناسبة هو أروى بارينا. كرة كانت رائعة تماما داخل منطقة 18. التمريرة الأولى، الثالثة تصل للي معانا في الصورة الإكوادوري أيوفي. شوف هذه النقلة، بعد ذلك كانت النقلة الثانية ثم الثالثة تمويها حسين. هوبا خطيرة دي جول، ولا التصويبة، ولا جول، جول لشباب الأهلي. أخيرا يا راجل، أخيرا أخيرا فكت مع أيوفي، فكت مع أيوفي، يسجل أيوفي ويتعادل لصالح شباب الأهلي. جول أهلاوي ممتاز لشباب الأهلي، يتعادل الآن اللاعب أيوفي وسط يعني تركيز. ادي على طول ايوفي كروز، كره اتلعبت، لحظه لعب الكره، ادي الكره في التسلل خالص والمحاوله والتصويبه الايوفي، وادي كره ثانيه هطف لك كره، هذه خطيره باتجاه ايوفي. جول ايوفي، يضيف الهدف الثالث، يضيف الهدف الثالث، هدف رائع جدا بالنسبه فريق شباب الأهلي دبي، يؤمن عليه النتيجة 3-1. أيوفي يصل إلى مرمى شباب الأهلي دبي، يسجل الهدف الثالث. أيوفي يصل إلى مرمى البرتقالي ليضيف الهدف الثالث. أيوفي له شخصيا أيضا 3 أهداف في هذا الموسم، وهذا هو الهدف اللي خسر بخماسية أمام الزوراء. الخامس لشباب الأهلي، ليلة للتاريخ، ليلة للمجد، ليلة لعنفوان شباب الأهلي، ليلة من ليالي زمان، من أيام زمان. الأحمر يعود مرعبا، يعود مخيفا إلى النهائي، هكذا كتبوا The road to the final، الطريق إلى النهائي. 4 أهداف، ضربة جزاء، أيوفي يسجل، نعم يسجل، والشباب الأهلي يتقدم 3-1، يا شبابي يا أهلاوي يا صغير، يتقدم شباب الأهلي الآن 3-1 في الشوط الثاني من ضربة جزاء. فريد عباس ملعوبه الكره الثانيه لحمادي، يا ولد خطيره جدا، ممكن جول ايوفي، يا ولد ايوفي جول. الشمال غير العتبة، خطير يا ولد، هو الهدف الاول، ممكن جول، جول شباب الاهلي عن طريق ايوفي. الهدف الرابع للاسمراني. ايوفي اسمر يا اسمراني، من السك عليا يا حبيبي، من السك عليا. شوف الفرحة بالنسبة لشباب الاهلي، تسديدة حلوة وكرة جميلة في اول تغيير لبوزيشن اللاعب، يروح الحمادي للكبهة اليمنى، وياتي اللاعب رقم 10، ياتي اللاعب دياز، ثم بعد ذلك ايوفي يسجل رابع اهداف. وشوف الكرة، شوف المتابعة، هل هناك تسلل ام لا؟ لحظة لعب الكرة، التسديدة، ليس هناك تسلل.